بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وعن قابوس بن ابي عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل الباب ولا يجد حاكم الباب. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يجد حاكم الباب؟ قال: لا يكون له استشهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا عقبان ولا يبع حاضر اللباد. قيل لابن عباس: وما معنى ذلك؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني دلالا. الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون إلى البلد لبيع سلعهم، سواء كانوا راكبين أو كانوا مشاكل، فإنما أطلق لقلق الركبان من باب التغليب. فإذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون من أجل بيعها، فإنهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرض سلعهم أمام الزبائن، ولا يجوز لأحد أن يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم، لما في ذلك من الضرر على الجانب والضرر على أهل البلد. الضرر على الجانب أنه ما يعرف السعر، وقد يبيع سلعته رخيصة، فإذا وصل إلى البلد وجد أنه مغبون فنهي عن ذلك دفعا للضرر. وكذلك أهل البلد يتضررون، لأن مصلحتهم أن تجلب السلع إلى البلد دون أن يتعرض لها أحد حتى يشتروها ويتوسعوا بها ويستفيدوا من رخصها، ولا يحتكرها بعض التجار لأنفسهم، بل تعرض للجميع. هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان، دفع الضرر عن الجانب ودفع الضرر عن أهل البلد. وجاء في الحديث الآخر أن الجانب إذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد ووجد أنه مغبون أن له خيار، إن شاء أمضى هذا البيع وإن شاء رده دفعا للغبن الذي أصاب. هذه مسألة. المسألة الثانية: لا يبع حاضر، يعني المراد بالحاضر ساكن البلد، لباد وهو القادم على البلد من البادية، بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له ويقول: تعال أنا أبيع، أنت ما تعرف السعر، أنا أبيع لك سلعك لأني أعرف أهل البلد وأعرف القيمة، لأن هذا فيه ضررا
لأن هذا فيه ضرر على أهل البلد، فكونهم ينتبعون من عرض الجانبين ويشترون السلع رخيصة أحسن لهم من أن تفتكر عليهم ويقوم واحد ببيعها غالية، فهذا دفع للضرر عن أهل البلد. ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين، تلقي الجلب لما في ذلك من الضرر، والمسألة الثانية أن الجالب يترك يبيع سلعته هو، ولا يأتيه واحد ويعرض عليه أنه يكون دلالا يبيع له، لما في ذلك من التضييق على أهل البلد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وبها احترام حقوق المسلمين وعدم الإغرار بهم. وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتكر أحد بيعهم وشراءهم ويغلي عليهم السعر. نعم. وعن ابي سلمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل لهم فلم تقل لهم الا تاتيهم السوق فهو الخيار. رواه مسلم. هذا تابع للحديث الذي قبله، لا تلقوا الجلب، وفي الحديث الاول لا تلقوا الركبان، والمعنى واحد، الجلب والركبان بمعنى واحد، بل ان تلقي الجلب اوسع من تلقي الركبان، لانه يدل على ان جالب السلعه سواء كان راكبا او غير راكب لا يتلقى، وفيه زياده على الحديث السابق ان الجالب اذا تلقي وشري منه برخص، فإذا قدم البلد ووجده مغبونا سيده، يعني صاحب السلعة، سيد المجلوب أي صاحب السلعة، إذا قدم البلد ووجده مغبونا فله الخيار، خيار الغبن، إن شاء أرضى البيع وإن شاء رد البيع دفعا للضرر عنه. فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغبن، خيار الغبن، والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة. أما الغبن الذي تجري به العادة فهذا لا يثبت الخيار، لأنه لا بد في البيع والشراء من شيء من التغابن، لكن المراد الغبن الفاحش الذي يضر الجانب. نعم. وعن رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع الحاكم بالبلد ولا تتاجره، ولا تنظر على بيع اخيه، ولا يخطب على فكره اخيه، ولا تسال امره ولا خلقنا كف امامي الى الان. متفق عليه. والمسلم: لا يكون المسلم على سوء. هذا الحديث بروايته فيه ست مسائل من مسائل البيوع. المسألة الأولى: النهي عن بيع الحاضر للبائع، وهذه تقدمت الحديث الذي قبلها. المسألة الثانية: النهي عن النجش، وهذا أيضا تقدم. والمراد بالنجش في اللغة الإثارة، المراد بالنجش في اللغة إثارة الشيء وتحريكه، والمراد به هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرتفع سعرها على الزبائن،
وما له رغبة فيها، لكن يظهر نفسه مظهر انه زبون، يزود السلعة حتى يرتفع سعرها على الراغبين فيها. هذا فيه مضارة للناس، لا يجوز أن يزيد في السلعة إلا من يريد شراءها. أما الإنسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له رغبة فيها ولا يريد شراءها، وإنما يريد إغلاءها على الزبائن ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه، فهذا أمر محرم، لأن فيه عدوانا على المسلمين وإضرارا بهم. هذا هو النجش وهو محرم، فلا تناجشوا. فإذا عرضت السلعة للبيع فإنه لا يتقدم للمزايدة فيها إلا من يريد شراءها حقيقة، أما الذي لا يريد شراءها فإنه حرام عليه أن يزايد فيها لئلا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيها. وسواء كان ذلك باتفاق مع صاحب السلعة، قال تعال زايد الزبائن حتى ترتفع سلعتي، هذا حرام من الطرفين وهو مواطأة على الإثم والعدوان، أو كان ذلك من غير مواطأة لأن تقدم الناجش وصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة، هذا أيضا حرام. وكذلك من النجش أن تكون السلعة لشركاء، تكون السلعة لشركاء يريدون بيعها لكن لا يظهرون أنهم شركاء، وهذا يقع في الأراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها، شركاء لا يظهرون أنهم شركاء ويزايدون السلعة من أجل أن يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم، يعود النفع بزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها، هذا أشد تحريما، وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم. وكذلك لو اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق على، وهذا يقع كثيرا، على أن لا يزيدوا في السلعة المجهولة، يعمدون واحد من أهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها، هذا أيضا حرام لما فيه من التغرير للجانب، فلا يجوز أن يتفقوا على أن لا يزيدوا، يقولون ما لنا رغبة، إحنا ما لنا رغبة في هذه السلعة، وإنما يكون واحد منهم هو اللي يساوم، فإذا اشتراها رخيصة صارت للجميع، جميع أهل السوق أو أهل الدكاكين أو أهل المعارض، الحرام ما فيه من التغيير أو داخل في معنى النجش. النجش زيادة وهذا تنقيص لقيمة السلع، هذا تنقيص لقيمة السلع، والنجش زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح. وكلا الغرر حرام، غرر بالبيع حرام سواء بالزيادة التي لا حقيقة لها أو بالتنقيص الذي لا حقيقة له، كل هذا محرم، لا أن يتفقوا على أن لا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها، ولا أن يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة ويكون الفائدة للجميع، كل هذا حرام وتغرير للمسلمين. حتى قالوا ولو كان كافرا، لو كان الجالب كافرا، لأن الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار،
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز الظلم ولا للكافر ولا يجوز الاعتداء ولا على الكافر. فكيف إذا كان المعتدى عليه والمقرر به مسلما فإن الإثم أشد. هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة لا يبيع لا يبيع بالنهي وجزم العين حذف الياء مجزوم بالنهي. وفي رواية لا يبيع لإثبات الياء وضم العين لا يبيع إلى النافية إلى النافية. والمعنى واحد سواء كانت ناهية أو نافية المعنى واحد. لا يبع على بيع أخيه. ما معنى لا يبع على بيع أخيه؟ معناه أن يشتري الإنسان سلعة ويقول له الخيار إما خيار المجلس وإما خيار الشرط. فيأتيه واحد يقول افسخ البيع وأنا أبيع عليك أحسن منها أو أبيع عليك مثلها بأرخص من ثمنها. فهذا لا يجوز لما فيه من الإضرار بالبايع. لا يجوز أن يتقدم أحد إلى بائع في مدة الخيار فيقول له افسخ البيع وأنا أعطيك ثمنا أكثر أشتريها منك بثمن أكثر لما في ذلك من الإضرار. هذا في الشراء لا يشتري على شراء. أما البيع فيذهب إلى المشتري. البيع يذهب إلى المشتري في مدة الخيار ويقول افسخ البيع بينك وبين البائع وأنا أبيع عليك أرخص منها أو أحسن منها. وكلاهما حرام. الشراء على شراء هو البيع على بيع. وكلاهما إنما يقعان في مدة الخيار. بل قال شيخ الإسلام إنه يحرم ولو بعد مدة الخيار لما فيه من إدخال الحزن والغم على المسلم. لأنك إذا جئت أنت مغبون وأنت لو جئتني وبعت عليك أحسن منها أو أرخص منها يصير بنفس المشتري شيئا من الحزن ويصير فيه شيء من الحزازة على البايع. لا يجوز الاقتراح إذا ما دام شراها تدعو له بالبركة. وإن كان ترى أنه مغبون فلا تتدخل لما في ذلك من الإضرار بالناس. هكذا رأي الشيخ رحمه الله أنه حتى بعد لزوم البيع لا تتدخل وتوسوس للمشتري أو تدخل وتوسوس على البايع تقول أنت بعت سلعك رخيص راحت الله يخلف عليك. ما يجوز هذا. تضم المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين هذا أمر لا يجوز. فكيف إذا كان في مدة الخيار وحملت المشتري أو البائع على الفسق ونقض العقد هذا أشد ضررا وأعظم إثما. الحاصل أنك لا تتدخل لا تتدخل إلا إذا كانت السلعة معروضة للمزايدة. إذا كانت السلعة معروضة للمزايدة ولم يحصل بيع فلا مانع أنك تزايد مع الناس. أما بعد البيع فلا يجوز لك أن تتدخل لا مع المشتري ولا مع البائع. بل اترك الناس في معاملاتهم لأن هذا من الإفساد بين الناس ومن إدخال الهم عليهم والغم عليهم. المسألة الرابعة لا يخطب على خطبة أخيه. لا يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه. والخطبة بكسر
إلقاء معناها خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فخطبة النساء بالكسر، أما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالضم خطبة، الخطبة خطبة، خطب يخطب خطبة بمعنى ألقى خطبة الناس. أما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب بكسر الطاء خطبة بكسر الخاء، ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا تقدم أخوك المسلم خطبة امرأة ومالت المرأة ووليها إلى الإجابة، مالوا إلى الإجابة، فلا تقدم وتخطب على خدمته حتى يرد أو هو يتنازل. إذا سمعت أن أخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم أنه لم يجب أو أنه هو تنازل عن الخطبة، حينئذ تقدم، لأن هذا من مراعاة حرمات المسلمين. فإن فعل وخطب على خطبة أخيه وزوج فإنه فعل محرما، يأتم به وحصل وفعل عدوانا على أخيه، ولكن النكاح صحيح لأنه عقد مستكمل لشروطه وأركانه وخال من الموانع، فهو عقد صحيح عند الجمهور مع الإثم والتحريم. وعند داود الظاهري وابن حزم أن العقد باطل، أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد. والصواب ما عليه الجمهور أن العقد صحيح لكن مع الإثم، لأن النهي يقتضي الفساد فيما هو من حقوق الله تعالى، يقتضي الفساد فيما هو من حقوق الله، أما ما هو من حقوق المخلوقين فلا يقتضي الفساد لكن يقتضي التحريم والإثم، وهذا هو الصحيح. أما إذا استشارك ولي المرأة أو استشارتك المرأة، إذا استشارتك المرأة أن خطبها فلان أو استشارك وليها أن خطبها فلان، هل يعطيه أو يستجيب لها أو لا؟ فإنك تنصح له بما تراه الصواب، ولا يكون هذا من التدخل بل هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت إنه خطبها فلان وخطبها فلان، ذكر ما في الرجلين من العيوب، ذكر صلى الله عليه وسلم ما في الرجلين من العيوب، وقال لها انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد أو انكحي زيد بن حارثة، انكحي زيد بن حارثة أبو أسامة، هذا لأنها استشارته. أما إنك تتدخل من غير أن تستشار فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يفسد ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب، فيه اعتداء على الخاطب. فإن قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ الجواب أن أحدهما لم يعلم بخطبة الآخر، لم يعلم بخطبة الآخر، فإذا لم يعلم فلا إثم عليه، لكن إذا علم أنها مخطوبة لفلان فإنه يتوقف إلى أن ينتهي الأمر إما بنكاح وإما برد، ثم بعد ذلك يخطب إن كان له رغبة. فهذا فيه مراعاة حقوق
المسلمين. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال صلى الله عليه وسلم ولا يصوم على صومها، قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا يجوز للمرأة أن تقول للرجل طلق امرأتك وأنا أتزوجك بدلا عنها، لأن ذلك من الإغرار بأختها المسلمة والإفساد ما بين الزوجين. لتكفأ ما في إنائها يعني من النعمة، امرأة مزوجة ومكفولة كأنها امتلأ إناؤها بالخير، فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وأنا ألتمس لك امرأة أحسن منها أو أنا أتزوجك بدلا عنها، هذا حرام. وقول لتكفأ ما في إنائها هذا من باب التمثيل، مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير لمن عنده إناء ممتلي من الخير. فيأتي إنسان مثلا عندك إناء فيه طعام، فيه طعام طيب وأنت جائع، أو فيه شراب، فيه شراب بارد ولذيذ وأنت عطشان، يجي واحد ينقر هذا الإناء ويكفي، ماذا يكون موقفك إذا كفى العناء الذي فيه الطعام وفيه الشراب وأنت بحاجة إليه؟ لا شك أن ذلك يورث بغضا ويورث شرا ويسبب حرمان المسلم من هذا النبع. كذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها، لا يجوز لأحد أن يتدخل ويطلب من الزوجة أن يطلقها لما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس، أنه يتقدم للمرأة ويقول له اطلبي الفراق من فلان، هذا ما يصلح، اطلبي الفراق من فلان وتزوجت أنا أو خبر لك زوج أحسن منه، هذا من تخديب المرأة على زوجها، ومن فعله فهو ملعون. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من حبب امرأة على زوجها. فلا يجوز التدخل بين الزوجين، لا أن يأتي للرجل يقول طلق امرأتك ويحصل لك أحسن منها، ولا أن يذهب إلى المرأة ويقول لها اطلبي الفراق والطلاق من هذا الزوج وهناك زوج أحسن، هذا مخبب وملعون، فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين، لأن الواجب العكس، الواجب الإصلاح بين المسلمين والوفاق بين المسلمين، فلا يتدخل أحد في أمورهم ويسب عليهم مصالحهم بحجة أنه صديق وأنه ناصح وأنه يريد الخير، بل هذا يريد الشر وهو آثم في فعله هذا. والمسألة السادسة، لا يصوم على صوم أخيه، لا يصوم على صوم أخيه، هذا معناه أنه إذا انتهت المزايدة، انتهت المزايدة وصار الصوم لآخر زبون، أراد صاحب السلعة أو الوكيل أن يبيعه، انتهت المزايدة، فلا يجي واحد يقول اصبر أنا عندي زيادة، ما دام أنه غلق المزايدة وأراد البيع ومال إلى البيع، لا يجوز لك أن تتقدم وتعرض زيادة. أما في وقت المزايدة فلا بأس أن الإنسان يزايد، ما دامت المزايدة ما أغلقت فلا مانع أن الإنسان يزايد إذا كان له رغبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين، من يزيد، إذا كانت المزايدة مفتوحة
فلا بأس أن الإنسان يزايد إذا كان له رغبة، لا على أنه ناجش، على أنه رغبة. أما إذا أغلقت المزايدة ولم يبقى إلا البيع، حينئذ يتوقف الناس ويتركون الأخير هو الذي انتهى إليه أمر المزايدة أن يتأول السلعة إليه. نعم. هذان الحديثان، حديث أبي أيوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه في البيت، وهذا بالمملوك، هذا بالمملوك الذي يباع ويشترى. فإذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فإنه لا يجوز إلا أن يباع جميعا، ولا يجوز بيع الولد وحده أو بيع الأم وحدها لما في ذلك من التفريق بين الوالدة وولدها. ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الأسى على ولدها، أو العكس، الولد على والدته. كذلك الإخوة إذا كان تحت ملك شخص وأراد البيع، إما أن يبيعهما جميعا لمشتر يجمع بينهما، وإما أن يتركهما جميعا. أما أن يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الأحبة، فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب، الدابة وولدها الذي يحتاج إلى الرضاع، لا يجوز أن يباع ويفصل من أمه، أو العكس، تباع الأم ويترك الولد، لما في ذلك من الضرر على الولد. والدين دين الرحمة، دين الإسلام دين الرحمة، رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، فلا يجوز الإضرار بالمماليك ببيع الولد وترك الوالدة، أو بيع الوالدة وترك الولد، لما في ذلك من الإضرار بين الأقارب وبين الأحبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه أحد الأخوين ترك الآخر، أمره برد البيع وإبطال البيع. ومن العلماء من يعمم حتى في غير البيع، حتى في العتق وحتى في الهبة، لا يفرق بين والدة وولدها، فيعتق واحد ويترك الآخر، أو يهب واحد ويترك الآخر، لأن المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة وموجود في العتق. نعم. وعن أبي الدين قال: ما أسرعكم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الناس: يا رسول الله ما أسرعكم سعيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مسعر، إن الله مسعر، قال الله الصادق، وإلا أمرك الله تعالى، وإياكم من أمركم وولاكم بدين ولا مال.
هذا الحديث فيه أنه غلا الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرازق، وإني أحب أن ألقى الله، إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله، ولا أحد منكم يطلبني بمظلمة نفس ولا مال. غلا، الغليان معناه الزيادة، معناه الزيادة، والسعر قيمة قيم الأشياء، السعر قيم الأشياء، قيم السلع، يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في أسواق المدينة، فحصل على الناس ضرر بسبب الغلاء، فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير، وهو تحديد السعر لأن لا يزاد عليه ولا ينقص، من أجل دفع الضرر عن الزبائن، دفع الضرر عن الزبائن، تحدد السلعة بعشرة، 15، 20، ولا يزاد على ذلك. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال: إن الله هو المسعر، أي هو الذي يغلي الأسعار ويرخصها سبحانه وتعالى، هذا شيء بيد الله، هو المسعر يعني هو الذي يغلي الأسعار وهو الذي يرخص الأسعار، هذا بأمره سبحانه وتعالى، القابض الباسط، القابض الذي يقبض الأرزاق ويضيقها أحيانا بالقحط بالجوارح التي تصيب الثمار إلى غير ذلك بالحروب، فتقبض الأسعار أو تقبض المبيعات بسبب من الأسباب، والقادر هو الله، هو الذي قدر هذا القبض وهذا الضيق في السلع، هو الذي قدره سبحانه وتعالى بحكمة منه سبحانه وتعالى. الباسط الذي يوسع الأرزاق، تارة يقبضها وتارة يوسعها، وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى، فلا يليم على الناس، لا يليم على الناس السعة فيحصل منهم البطر والظلم والعدوان، ولا يليم عليهم الغلاء وضيق الأرزاق فيحصل عليهم الضرر والتضرر، بل هو يداولها سبحانه وتعالى بين الناس لئلا يتضرروا بضيق المعيشة أو يضطر بسعة المعيشة، فهو يداولها حكمته سبحانه وتعالى، فهذا موكول إليه سبحانه وتعالى، تصرف به كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى، ولا أحد يتدخل لذلك من الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، امتنع من التدخل لذلك، وعده مظلمة إني أحب أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة نفس أو مال، عد التسعير مظلمة، فدل على تحريم التسعير، وأن يترك الناس أحرارا في بيع سلعهم بحسب ما تساوي في الأسواق، رخيصة كانت أو غالية. هذا الحديث أصل في تحريم التسعير على الناس، وأن يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الأسواق وبحسب العرض والطلب، ارتفعت الأسعار أو انخفضت، قلت السلع أو كثرت، تركون، هذا هو العدل. هذا مدلول الحديث أنه لا يتدخل بالتسعير مطلقا، ولكن الإمام ابن القيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل،
إذا كان ارتفاع الأسعار لا دخل للناس فيه وإنما هو لأمر كوني من قلة السلع أو كثرة الزبائن فهنا لا أحد يتدخل، لا يجوز التدخل في التسعير. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فإذا كان زيادة السعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع أو كثرة الزبائن أو حوادث أو كوارث، فهنا لا أحد يتدخل في التسعير. أما إذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار، أمر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار ويمكرون بالناس من أجل أن ترتفع الأسعار، يخزنون السلع ويحتكرونها من أجل أن ويؤخرون بيعها من أجل أن ترتفع الأسعار، أو يتفقون على رفع السعر وكل ما جيت من محل قالوا ما نبيع إلا بكذا لأنهم متفقين على سعر معين ولا ينزل أحد، فهنا لابد من تدخل الحاكم لأن هذا ظلم، هذا ظلم من الناس فلا بد من إزالته وأن يجبر على البيع كما يبيع الناس، هذا هو العدل. ولهذا قال الشيخان رحمه الله: التسعير منه ما هو جور وظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل واجب. والفاصل في المسألة أن غلاء السعر إن كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لأحد فيه، وإن كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فإن الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب بالأسواق ويجبر الناس على أن يبيعوا السلع كما تساوي فلا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة. وهذا التفصيل لا شك أنه هو الحق إن شاء الله، ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر قابض الباسط، لأن هذا محمول على ما إذا كان غلاء السعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال من الاحتكار معناه أن يشتري التاجر السلع التي في الأسواق والناس بحاجة إليها، يشتريها ويخزنها من أجل أنه يغلو السعر، يشتري يقوم يشري ما في الأسواق من السلع والناس بحاجة إليها ويخزنها في مخازنه ويأخر بيعها حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية، هذا احتكار. والمحتكر ملعون كما في الحديث، وخاطي كما في هذا الحديث، لأنه ظلم وعدوان، فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة إليها. ألا يجوز لواحد أن يسيطر على الأسواق ويأخذ السلع من الشركات أو من الجالبين ويخزنها عنده في مستودعاته حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية؟ هذا ظلم ممنوع، وهذا الاحتكار الممنوع. أما إن الإنسان يشتري شيئا لحاجته ما في مانع، ولو كان إذا أراد يشتري شيء لحاجته واستهلاكه ما في مانع، يشتري بحاجة إليه مثل الكماليات، كماليات الناس ليسوا بحاجة إليها، جاءت أو ذهبت ليسوا بحاجة إليها، لكن الأقوات الضرورية والملابس والأشياء التي الناس بحاجة إليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. لا. لا تصرف لا تصرف
يحجبها التمر أكثر من رواية الطعام. هذا ترجيح من الإمام البخاري من صاع التمر. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصلية الإبل والغنم وكذلك البقر لأن المعنى واحد، والتصلية معناها أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ناقة حلوبا أو بقرة حلوب أو شاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها، فيظن المشتري أن هذه طبيعتها وأن هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها فيشتريها، ثم يتبين أن هذا غير حقيقة وأن ما هو لبن مجموع لعدة أيام، فهذا من التغريب للمسلمين. هذه هي التصرية، التصرية جمع اللبن في الضرع من أجل خديعة الناس حتى يظنوا أن هذه الدابة حلوب كثيرة الحليب، وفي الحقيقة إنما هو لبن مجنون. فهذا فيه غرر من ناحيتين، الناحية الأولى أن فيه أذى للبهيمة لأن حبس الضرع بلبن البهيمة يضرها، والناحية الثانية أن فيه إغرارا بالمشتري الذي خدعه هذا البهيمة، اشتراها على أنها كثيرة اللبن وتبين أن هذا غير حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تصروا الإبل ولا الغنم. وتسمى أيضا بالمحفلة، المحفلة والمصرات بمعنى واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها بعد فله أن يردها بعد أن يحلبها وصاعا من تمر. إذا اشتراها مغترا بما فيها من اللبن ثم تبين له أنه ليس حقيقة فله الخيار، وهذا ما يسمى الخيار الغبن أيضا، له الخيار إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها دفعا للضرر عنه ويرد معها صاعا من التمر. لماذا الصاع من التمر في مقابل اللبن؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها، يرد معها صاعا من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصاع والصاع النبوي الذي هو أربعة أمجاد بمد اليدين وهو في المقاييس العصرية 3 كيلو، 3 كيلو تقريبا صاع من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. هذا منهج الجمهور، منهج الجمهور ثبوت الخيار في المصرات للمشتري. أولا الحديث فيه تحريم التصرية لما في ذلك من الخديعة للناس، الخديعة محرمة، ما فيه من الخديعة والغرر كلاهما محرم. المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيار لهذه التصرية لما في ذلك من الغضب على المشتري، فيبقى الخيار لأجل أن يدفع عنه الضرر بذلك. المسألة الثالثة أنه يرد بدل اللبن الذي حلبه منها صاعا من التمر، وهذا مذهب الجمهور أنه يرد صاعا من التمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا لعموم الحديث. وقالت الحنفية لا يرد صاعا من التمر، لا يرد صاعا من التمر لأن هذا خلاف الأصول عندهم،
لأن الأصل أن الشيء المثلي يغلب بمثله، والتمر ليس مثل اللبن، ليس من جنس اللبن. الأصل في الضمانات أن المثلي يغلب بمثله، والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه الثاني من وجوه مخالفته للأصول أن اللبن في مدة الخيار للمشتري، في مدة الخيار للمشتري، فكيف يرد بدنه وقد علفها أعطاها علفا؟ هل اللبن يكون بمقابل العلف الذي أعطاها إياه؟ فكيف يرده؟ الجواب عن هذا أن هذا كله في رد الحديث الصحيح. ما دام ثبت الحديث فإنه لا كلام لأحد ولا اعتراض لأحد، لا لأبي حنيفة ولا لغيره. يجب العمل بالحديث، والحديث صحيح ثابت، فلا مجال للكلام به. وقولهم إنه خلاف الأصل، نقول الحديث هو الأصل، الحديث هو الأصل، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأصل، فهو أصل بنفسه وليس هو خلاف الأصل. فالحاصل أن كلام الرادين لهذا الحديث كلام غير مقبول ولا معمول به عند أهل العلم، والاعتراضات لا تجوز بمقابلة النص. هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد، خطأ في الاجتهاد الفقهي. والمجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن لا يجوز العمل باجتهاده الخطأ. ما دامت المزايدة مفتوحة فلا بأس بالزيادة، إنما الكلام إذا أغلقت المزايدة وانتهى الصوم إلى شخص حينئذ لا يجوز المزايدة لأنها انتهت. نعم. إذا كانت السلعة مما يرتبط بالوصف وغير معينة، السلعة المعينة لا يجوز بيعها إلا برؤية، إلا برؤية، سواء رؤية عند العقد أو رؤية متقدمة. إذا كان الإنسان يعرف الأرض أو يعرف الدابة أو السيارة معرفة تامة فيجوز أن يشتريها، أما إذا كان لا يعرفها وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها بالوصف. أما إذا كانت سلعة غير معينة، سيارة غير معينة، ماركتها كذا وصفاتها كذا، أو قماش صفته أو ماركته كذا ينضبط للصفة، فلا بأس ببيعه بالوصف، لكن بشرط أن يقبض الثمن في المجلس، يقبض الثمن في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التالي بالتالي، فالذي بالصفة إذا كان ينضبط بها يجوز، لكن بشرط أن يقبض الثمن في مجلس العقد. أما أن يتفرقا ولم يحصل قبض من الطرفين فهذا بيع دين بدين أو لا يجوز. لا. لا يطلق على الله أنه المساعد، لكن يوصف هذا من باب الوصف، إن الله هو المساعد المتصرف فيه، كما تقول إن الله هو المتصرف في الكون، ليس المتصرف من أسماء الله، لكن هذا من باب الوصف والإخبار فقط. نعم. وقال والقابض الباسط هل من المتقابلات، لأن هناك أسماء متقابلة مثل الأول والآخر والظاهر
والباطن والقابض والباسط، هذه متقابلات لا يجوز أخذ واحد منها وترك الثاني. لا تقول القابض فقط أو تقول الباسط فقط أو تقول الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل لا بد أن تأتي بالاسمين المتقابلين. تقول إن الله هو القابض الباسط، إن الله هو الظاهر والباطن. العداد يحدد المسافة التي قطعتها السيارة، وإذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الأجرة فلا بأس بذلك، بل هذا أضبط، هذا أضبط للراتب، لا يؤخذ منه زيادة وإنما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم. إذا رفع الإيجاب الليل. ثم أيضا مسألة السيارة التأجير أو الغسال أو الخباز أو الذين عندهم حوائج الناس المتكررة، هذه لابد من وضع شعب لها. أنت تقعد كيما تجي تساوم تبي خبز تقعد تساوم، أو ما تريد تركب إلى مثلا إلى المنطقة الصناعية تقعد تساوم كم تشيل وكم الأجرة وكم، هذا ما يصلح. أو يبغى تغسل ثوبك عند الغسال تقعد تشارك وتساوم، هذه من الأمور التي هي معروفة عند الناس، فلا داعي إلى المساومة، وإلى يوضع لها حد معروف وتركب وتدفع الإجرة المحددة وتغسل ثوبك تدفع الإجرة وتأخذ الخبز تدفع القيمة المحددة، هذا أحسن للناس وأنضف للناس. الأمور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس أن يوضع لها حد. إذا وقع الإيجاب لا يجوز أن تتدخل حتى يقبل المشتري أو يرفض، إذا رفض لك أن تعرض عليه، أما ما دام أنه ما رفض فلا يجوز أن تتدخل، لأن هذا من البيع على بيع أخيك. نعم. هل يجوز قلنا أنه ليس من أسماء الله، وإنما هذا إخبار عن الله جل وعلا، خبر من باب الخبر، فلا يقال عبد المساعد، وله وليس المساعد من أسماء الله سبحانه وتعالى. والقابض قلنا ما يجوز أخذ الاسم دون الآخر، لا يجوز تقول عبد القابض ولا عبد الباسط، بل تقول القابض الباسط، تأتي بالاثنين الظاهر والباطن، تأتي بالاثنين، لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر. لا. ما يجوز ما دام المخطب اترك الرأي للمرأة وليها، أنت لا تتدخل، والفاسق له حق ما دام المسلم له حق وإن كان فاسق. لا يجوز شراء القطط ولا يجوز شراء القردة ولا الخنازير ولا الحيات والثعابين، كل هذا لا يجوز، لأن هذه حيوانات محرمة، حيوانات نجسة، القرود نجسة، أما القطة فهي طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، لكن لا يجوز بيعها،
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن الهر. لا يجوز بيع الكتف، لكن يجوز اقتناءها، يجوز اقتناء الهرة لأنها طاهرة، أما اقتناء الكتف لا يجوز لأنه نجس، نجس ولا يجوز جعله في البيت. إنما الهرة يجوز أن تقتنى، بقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار امرأة في هرة لها حبست لها، يعني أنها اقتنتها، فيجوز اقتناء الهرة لأن في ذلك مصلحة لأكل الجيران وتطهير البيت من الحشرات، في مصلحة اقتناء الهرة، فيجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها. لا. ما دامت أنها في عصمته وأنه مستقيم وصالح فلا يجوز لأحد أن يتدخل لإفساد الزوجة على زوجها، لا الأم ولا الأب ولا غيرهما. أما إذا كان ما هو مستقيم ولا صالح فللوالد والوالدة أن يتدخل لإنقاذها منه. نعم. لا تتدخل ما دام انه مسلم، لا تتدخل الا اذا شاوروك، اذا شاوروك فانصح له. اما ما دام ما شاوروك وهو مسلم لا تتدخل بها. نعم. هذا يدخل بالنهي، لا تسلى المرأة طلاق أختها حتى ما في عناية، فلا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها، تقول ما تزوجت إلا إذا طلقت فلان، هذا ما يجوز، لأنه من الاعتداء على المسلمة. ولكن لها أن تشترط أنه ما يتزوج عليها، ولما تزوجت بشرط أنك ما تزوج عليه، فلها أن تشترط ذلك بما في ذلك من المصلحة لها، فإذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار، يكون لها الخيار في البقاء أو الفصل. نعم. وبيت الشيخ أما ما يجوز لأنه قال ابن عباس لا يقول له سمسارة، ما يقول أبيع لك السلعة هذه، هل نبيع لك ما تعرف، هذا ما يجوز. أما إذا جاء صاحب السلعة وقال بيع لي هذه السلعة فلا بأس، إذا هو صاحب السلعة جاء أو الركبان جاءوا وطلبوا من أحد من أهل البلد أنه يبيع لهم سلعهم، هم الذين طلبوا منه، لا ما في بأس، إنما أن تعرض عليه أنك تكون دلال له هذا ما يجوز، لا يكون له سمسار، لا يبيع حاضر لباك. نعم. لا، المناقصة مزايدة مفتوحة، لكن بعد رسو العطاء ما يجوز تتقدم، إذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز لك أن تتقدم، لأن هذا من السوم على السوم. أما ما دامت المناقصة مفتوحة فلا حرج على ذلك. نعم.
إذا كان لا يجوز التفريق بين الأخوين كما في حديث علي فلأن لا يجوز التفريق بين الوالد وولد من باب أولى لأنهما قرابة قرابة قريبة. لا الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاركة خلال سائر المشاريع الخيرية لا تكون من الزكاة لأن الزكاة لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فلا يجوز الزيادة على هذه المصارف لا للمساجد ولا للمدارس ولا لبناء الجسور أو إصلاح الطرق هذه مشاريع خيرية ولكن أو المستشفيات أو الملاجئ للمحتاجين هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة لكنها لا تدخلها الزكاة وإنما تمول من التبرعات والصدقات. نعم. في الحديث ما يدل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يرد البيع دل على أنه غير صحيح. نعم. نعم إذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم وجب عليه القضاء سواء تركه جهلا أو تركه متعمدا لا بد من القضاء ولا بد من الكفارة عن التأخير يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان ترك الصيام وهو غير بالغ فلا قضاء عليه لأن غير البالغ لا يجب عليه الصيام إنما الصيام في حقه تطوع فإذا تركه فلا شيء عليه. نعم. على كل حال إذا كان معك شعورك يوم تتكلم بالطلاق تدري ماذا تقول فإن الطلاق يقع ولو كنت غضبان سيقع بك طلقتان ويبقى لك طلقة واحدة تراجعها وتبقى عندك على طلقة واحدة إن لم يثبت الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا رجوع فيها. أما إذا ما حصل منك إلا طلقتين فقط فلك أن تراجعها في العدة ويبقى لك عليها طلقة واحدة فقط والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا استحكم وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. نعم. بما إذا إنك طلبت أنه يبيع السلعة فلا بأس بذلك وتعطيه أيضا السمسرة التي هي أجرة عمله فلا بأس بذلك. أما أنه يتقدم لك ويعرض عليك أنه يبيع لك السلعة فهذا محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لذلك. أما الحاضر في البلد التجار الذين حضروه في البلد فلا بأس أن الإنسان يأتيهم يقول أبيع لكم الأرض أبيع لكم كذا أبيع لكم السيارات
إنما النهي عن البادية يعني القادم على البلد فقط. نعم. أما قول العشر عشرين هذا مكروه، لا يجوز التلفظ بمثل هذا الكلام، لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبضها وينقلها إلى محله، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدين، والمستدين أيضا يقبضها وينقلها إلى محله، ثم يبيعها على غير الدائن، على غير الدائن، يبيعها على واحد آخر وينتفع بثمنها. هذه المسألة تسمى مسألة التورق، التورق تسمى عند العوام الدين أو الغائبة، هذه تجوز عند الجمهور لأجل الحاجة والضرورة. لا شك أن هذا أحسن من أنه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا، ولا للناس حيله إلا هذا الشيء، ماذا يصنعون إذا كانوا محتاجين ولا في أحد يقرضهم قرضا حسنا. مسألة التورق في هذه الحالة لا بأس بها، لكن بالضوابط التي ذكرناها. أولا ما يكون في عقد مقدم، إنما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر وقبضه لها لنقلها إلى محل هو، ثم يبيعها على المستدين، ثم المستدين ينقلها إلى محله، ثم يبيعها على من يريد غير البائع الأول، غير الدائن، غير الدائن، فلا بأس بذلك وينتفع بثمنه. نعم. هذا من باب ضرب المثل، ضرب الأمثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة، ما هو من باب المجاز، وإنما هو من باب ضرب المثل لتوضيح، لتوضيح الشيء الغائب للشيء الحاضر، وهذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي وأسلوب لغوي لا بأس به. أما تسميته مجاز أو كناية أو هذا من اصطلاحات المتأخرين، وإلا فضرب الأمثال طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب، سميه ضرب الأمثال. نعم. لا تجوز غيبة الفاسق إلا لمصلحة، إذا كنت تخبر عنه ولي الأمر أو تخبر عنه وليه هو لأجل أن يناصحه ويمنعه من الفسق، هذا إخبار لمصلحة، تشتكيه على الهيئة، على الأمير، على أبيها وعلى أخيه من له عليه السلطة، تذكر له مفاسد هذا الشخص من أجل أن يصلح شأنه ويمنعه، فيجوز هذا، تجوز هذه الغيبة لأجل المصلحة الراجحة. أما مسألة الكلام فيه من غير مصلحة الراجحة ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام، هذا حرام. ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها؟ لأنها غيبة بدون مصلحة. نعم. لا يجوز الغيبة، لا تجوز مطلقة إلا إذا كانت لمصلحة كإزالة المنكر، إذا كانت لأجل إزالة المنكر فلا بأس بذلك لأن المصلحة راجحة. نعم. وأعراض أهل الذمة مثل أعراض المسلمين، لها الصيام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا،
بموجب الذمة والعهد. نعم. لا لا لا، بيع دراهم لدراهم، بيع دراهم حاضرة لدراهم غائبة عند الحكومة، فهو نسيئة، ربا ربا نسيئة. وإذا كان فيه تفاضل فأيضا يكون فيه ربا غلط، فلا يجوز بيع الدراهم للدراهم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام، والصبرة هي الكوبة، الشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها، فنالت أصابعه بللا في أسفلها، رطوبة، بلل يعني رطوبة في أسفل الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق، وأن ولي الأمر أو نائبه يحتسب على أهل الأسواق، بمعنى أنه يتفقد السلع المعروضة للبيع لئلا يكون فيها عيوب مخفاة فتضر المشتريين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في هذه الصبرة، فهذا يدل على هذه المسألة العظيمة، وأن ولي الأمر أو من ينيبه يقوم بتفقد الأسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر المشترون، لأن الغش والخديعة والمكر أمور محرمة تمر بالناس وتسبب العقوبة. فإن الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخس المكاييل والموازين. ولا تبخس الناس أشياءهم، ويجب أن يكون البيع والشراء على النصيحة، على الصدق، عدم الخديعة. وإن كان أكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والمكر من باب الحذق والمعرفة، وأن الذي لا يخدع ولا يغش أنه لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للأسواق، أنه مغفل إلى آخر ما يقولون، وعندهم أن الحذق وأن الذكاء وأن
الذي يصلح للأسواق هو الخداع الماكر الكذاب الذي يستطيع أن يخدع الناس، وهذا من قلب الحقائق، وهذا يوجب الغضب من الله عز وجل والعقوبة، يوجب حبس المطر. فإن نقص المكاييل والموازين يوجب غضب الله سبحانه وتعالى، وما نقص قوم المشالة والميزان لكم بشدة المؤونة ودور السلطان. المسألة الثانية حديث دليل على إنكار المنكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بإنكاره فقال ما هذا يا صاحب الطعام، وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره، ما هذا يا صاحب الطعام. المسألة الثالثة فيه دليل على أن من علب عيبا في السلعة وجب عليه الإخبار به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه، بل لا بد أن يقول فيها عيب كذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيره، ولا يجوز كتم العيوب وإظهار السلعة بمظهر السليم، هذا لا يجوز. وهذا أمر تساهل فيه الناس اليوم، يعرفون أن في السلعة عيبا أو عيوبا ويجحدونها ويكتمونها، وربما يزوقونها ويدلسونها ويزوقون السلعة حتى كأنها جديدة أو كأنها طرية، بل يتعمدون أن يجعلوا ردي الطعام في الأسفل أو ردي الخضار في الأسفل أو ردي التمر في الأسفل أسفل الصندوق أو أواني التمر أو أواني الطعام، يجعلون الردي في أسفلها أو في أسفل الصناديق ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا الطعام وهذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء فينخدع بذلك. فإخفاء العيوب وإخفاء الشيء الفاسد من الطعام وجعله في أسفل الأواني أو في أسفل الصناديق أو في أسفل الأكياس، هذا من غش المسلمين والخديعة. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله، وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرة. هذا من ضوابط الكبائر، أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء ومن صاحبه، فأن يقول ليس مني أو ليس منا، هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي يتساهل فيه الناس ويعتبرون أن الغش من الحذق ومن المهارة في البيع والشراء، الرسول اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله، فالأمر عظيم وخطير جدا. وهبك خدعت العملاء وأخذت مالهم بغير حق ولم يعلموا، لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي أخذته بركة؟ هل تأمن العقوبة وأن يمحق الله مالك وتصبح فقيرا؟ على المسلم أن يخاف الله عز وجل.
وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني فالأحسن أن يفرد ولا يفسر، لأن هذا من نصوص الوعيد، فيفرد على كما جاء بلفظه ولا يفسر. وليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، هذا بالإجماع أنه ما يكفر. الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها لنصوص أخرى. فليس معنى ليس مني المكافر، لكن معناه عليه وعيد شديد. هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا توسر، لأنها إذا وسرت ضاعت أهميتها. اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي أو ليس على سنتي، هذا تأويل، فتترك كما جاءت ولا توسر، مع الاعتقاد بأن الغش ليس يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، وأكل للمال بالباطل، وكفى هذا. نعم.